أفادت مصادر إعلامية عن وضع رامي مخلوف وبعض رجال الأعمال السوريين قيد الإقامة الجبرية ومصادرة أموالهم من قبل النظام السوري. نشاهد التقرير ومن ثم نخوض في التفاصيل. تؤكد معلومات صادرة عن وسائل إعلام إن هناك حملة ينفذها رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد رجال أعمال منهم أبرز المقربين له وواجهته الاقتصادية وابن خاله رامي مخلوف. لكن المصادر الإعلامية اختلفت حول أسباب هذه الحملة، ما بين الضغط عليهم لتوفير أموال سائلة بمليارات الدولارات تطلبها روسيا، وما بين الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية. ووفقا للمصادر إن من أبرز الموقوفين هو رامي مخلوف ابن خالي بشار الأسد، والذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ضخمة منها حصة في أكبر مزود للهاتف النقال في البلاد سيرياتيل والسوق الحرة العاملة في البوابات الحدودية لسوريا. ورامي مخلوف واحد من ضمن ما لا يقل عن 270 شخصا و72 شركة متصلة بالنظام على قوائم وزارة الخزانة الأمريكية أو قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي أو كلتيهما، والذين من بينهم أيضا شخصيات بارزة موالية للنظام مثل سامر فوز ومحمد حمشو. ووفقا لقناة الحرة الأمريكية فإن روسيا طلبت ملياري دولار فورا من الأسد نظير مشاركتها ومساعدتها في الحرب، وبدورها لجأ إلى رامي مخلوف الرجل الأغنى والمسيطر على رجال الأعمال في سوريا. لكن رامي قال أنه ليس لديه السيولة الكاملة لهذه الأموال. مصادر أخرى ذكرت إن المبلغ المطلوب من روسيا 3 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير لأنه مطلوب أوراقا نقدية وليس أصولا، وهو ما يفسر صعوبة توفيره من قبل رامي مخلوف. وأكدت عدة مصادر أنه تم استدعاء رامي مخلوف ومعظم رجال الأعمال السوريين المرتبطين معه في مشاريع أخرى واحتجازهم، ووصل عدد المحتجزين إلى 23 شخصا للضغط عليهم ماليا حتى رامي مخلوف نفسه. في حين يرى مراقبون أن هذه حملة من أجل تقليص نفوذ شخصيات أصبح نفوذها خارج سيطرة الدولة وخارج القانون بسبب الفوضى التي سببتها الحرب. وفي شأن ذي صلة، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن رئيس النظام السوري بشار الأسد قرر إنهاء وحل الجناح العسكري لجمعية البستان التابعة لرامي مخلوف، وذلك بعد أوامر من روسيا تفيد بالحد من تمدد التجنيد الذي تقوم به الجمعية بشكل متواصل مقابل رواتب مغرية ولا سيما في الجنوب السوري. كذلك أكدت مصادر المرصد أن الجمعية ستواصل عملها ضمن ما أسمته الجانب الخيري، محافظة على كوادرها وإدارتها بإشراف من حكومة النظام بما فيها وزارة الشؤون الاجتماعية. جمعية البستان ضاع صيتها أثناء الحرب السورية، وقد جالت أنباء عن أنها حاولت نهاية العام الفائت عبر ممثلين لها تجنيد الشبان والرجال في سوريا برواتب مالية مغرية تصل إلى 350 دولارا أمريكيا شهريا. نسلط الضوء أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من الأردن الصحفي السوري زياد الريس. أستاذ زياد مساء الخير، استمعت إلى التقرير، يعني حديث عن اعتقال رامي مخلوف رجل الأعمال المعروف من قبل كل السوريين وبعض رجال الأعمال المقربين منه، وحديث عن مصادرة أموال واحتجاز إقامة جبرية، ما رأيك، هل نحن أمام شائعات أم خلافات حقيقية داخلية؟ نعم مساء الخير لكم أستاذ. أهلا بك. طبعا ما يحصل ليس بهذا الإطلاق، هل هناك محاولة الآن للتخلص من بعض مرتزق العاملين لرامي مخلوف؟ هي شبكة كبيرة، شبكة تهريب أموال وشبكة تربح وتجارة دماء، الآن أصبحوا هؤلاء يشكلون عبء على النظام وهم حقيقة يمتلكون كتلة مالية كبيرة.
فلذلك يحاول الان النظام ان يصادر وان يستخدم اموال هؤلاء الذين جمعوا هذه الكثيره من جراء متاجرتهم في القتال وفي الدعم الذي كان يصل الى سوريا وعمليات تهريب الاموال وايضا تجاره المخدرات. لكن الامر الخلاف بين رامي مخلوف وبشار اسد بهذا الشكل الذي ظهر من الاعلام غير دقيق على الاطلاق. هم شركاء، الخلاف انه ينتهي فورا. ربما هناك محاوله ان يعاد رامي مخلوف عن الساحه، يعني الساحه السياسيه والعسكريه، كونه كان يمتلك مجموعه من الشركاء حاول لا يديرهم بنفسه. يعني واجه النظام تعنت هؤلاء، وحاول مؤخرا استدعاء بعض هؤلاء الشبيحه للحرب، وجهوا الى ادلب رفضوا، اعلنوا انهم هم مجرد ميليشيات داخل المدن وحمايه الساحل، يرفضون مغادره الساحل. كانت هذه الجمعيه المسمى جمعيه البستان. طيب هي من هذه بالنسبه لجمعيه البستان، من هي واين تنتشر استاذ زياد؟ جمعيه البستان انشاها رامي مخلوف، ادعت انها ستتولى امور الشهداء ما يسمونهم لدى قوات النظام، ومن ثم انشات مجموعات مقاتله بدات تتلقى اموال كدعم اغاثي، كانت تجمع البيانات، تتلقى اموال، تقوم بصرف هذه الاموال لصالح ميليشيات، تنظم ميليشيات وتصرف لهم رواتب وتدعوهم للتجنس ضمن صفوف الشبيحه، وبعضهم اتجه الى شتات الكتاب. وهذا الامر الذي حولها الى شبه يعني ميليشيا غير منتظمه وغير مسيطر عليها. هي لديها اذرع في الساحل، لديها اذرع في دمشق، لديها اذرع في ريف دمشق، في حمص، لديها مجموعات ميليشياويه طائفيه، لديها ميليشيات تتبع تجاره المخدرات. يعني باتت هذه المؤسسه مؤسسه كطريقه اليد، تقتل، تنهب، تخطف، باتت تشكل خطر. مؤخرا قرر الروس هذه الجمعيه، لابد حل هذه الجمعيه من استدعاء رموز هذه الجمعيه، وتم حقيقه استدعاء بعضهم وتم اعتقال بعضهم ايضا، لكن ليس رامي مخلوف شخصيا الذي كان يمولها، وكان يدير بعض العمليات عن طريقها، سواء كان عمليات المتاجره بالمخدرات، المتاجره حتى بالاعضاء البشريه او بالشحوم عندما كان يتم خطفهم. فقرر حل هذه الآن، هناك بعض يتم اعتقالهم لفترة طويلة. طيب بالنسبة لهكذا نوع من الخلافات اليوم التي طفت على السطح ويجري الحديث عنها بكثرة حول اعتقال رامي مخلوف، حول مصادرة أمواله وبعض رجال الأعمال، هكذا نوع من الخلافات أستاذ زياد هل هو جديد؟ إطلاقا، يعني هذا الأمر هو في عهد نظام حافظ الأسد. حتى أبرز الخلافات كانت بين رفعت وحافظ، تم اقصاء رفعت من سوريا، كان الخلاف على الاموال، وسرق اموال كثيره حقيقه وغادر بها. دائما هو هذا النظام يحكم عقليه العصابه التي تتربح من هذا المنصب وهذه السلطه، ويتم دائما الخلافات تظهر الى الساحه احيانا واحيانا لا تظهر. هناك مجموعه كبيره من رجال الاعمال التي كانت مقربه من النظام، وتم فيما بعد اما مصادره املاكها او اتهامهم بالفساد، ولا ننسى من قصد عبد الحليم خدام عندما غادر سوريا بعد ان تم نائب رئيس الجمهوريه، كيف انه تم قصدره املاكه واملاك ابنائه التي تكون ديارات الليرات السوريه. هذا الامر معتاد، النظام في ازمه يطلق يد شبيحته تترزق وتتربح ويعود المنفي عليه، عندما يرتاح قليلا يبدا التخلص من هؤلاء، سواء من خلال عن فبركه بعض العمليات، يعني حتى اقامه جبريه لرامي مخلوف، هذا امر يعني حقيقه غير ممكن. طيب لغايه الان حافظ صديق رامي وابن خال بشار الاسد هو موجود في الفرع الداخلي، يعمل ويمارس مهامه الخطف والقتل والتشبيح، لذلك الامر يتعلق بطبقه اقل، يعني هي طبقه تعمل مع رامي مخلوف. ايضا سيطر بالقوه على اموال السوريين، خاصه التجار المشتريين، يعني شركته القابضه، ودعا الجميع لتسديد اموال لفتح الشركه، وبعضهم سدد من مليون الى 10 مليون دولار، ولغايه الان لا يعلمون سدد الاموال. هؤلاء جميعهم من حاله الحرب على وجمع اموال، يقوم الان النظام باعاده تسديد هذه الاموال وابعاد هؤلاء الاشخاص
مباشرة تمهيدا إظهار رجال أعمال جديد غير مدرج أسماؤها على طيب وتجديدا. طيب ماذا عن أثر العقوبات الأمريكية الأوروبية على هؤلاء رجال الأعمال وإمكانية نقل أموالهم ولو صوريا لغيرهم من رجال الأعمال أستاذ زياد؟ يعني هؤلاء العقوبات لا تأثر عليهم حقيقة، لا يمتلكون أموال، حتى أنهم عندما يكون أموال لديهم مئات من آلاف شركات وهمية وأسماء وهمية ينقلون حسابات، هؤلاء محترفون كيف يقوموا بغسيل الأموال وكيف يقوموا بإيداع الأموال بأسماء شركات وهمية أو شركات وهمية. نعلم أن الكثير منهم لديه جنسيات باسم آخر، يعني كنا تحدثنا سابقا حتى عندما كان مدير البنك المركزي حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالا يمتلك اسم آخر أندري جنسية فرنسية، فهذا شخص مفروض، أشخاص غير مفروضون يمتلكون جنسية أخرى. يأتي العقوبات تأتي على الاسم الذي يعرفه الجميع، ثم هناك أسماء أخرى لا أحد يعرفها. النظام وإيران هم خبراء تزوير جوازات السفر والأسماء الوهمية والجنسيات، يعني لا نستبعد أن يكون هؤلاء لديهم أسماء لبنانية، لديهم باكستانية، لديهم أسماء عراقية، يتم التعامل التجاري بإحدى هذه المسميات، ويكون هناك عشرات الشركات الوهمية التي تقوم بغسيل الأموال وتحويل الأموال. لذلك العقوبات لن تأتي بأي نتائج، العقوبات هي أمر شكلي، يعني عندما يفرض الاتحاد الأوروبي العقوبات هو يحاول أن يقول للعالم أنني أنا أقف مع إلى جانب الشعب السوري وأنا أفرض عقوبات. هذه العقوبات لا تنعكس على أرض الواقع إطلاقا ولا يمكن تنفيذها إذا لم تتخذ على مستوى دولي بفرض حصار حقيقي على النظام. طيب الحديث أيضا حول أنه دور روسي واضح في هذه الأزمة، بحسب قناة الحرة الأمريكية روسيا فقط تريد من رامي مخلوف ملياري دولار. لم أسمع السؤال. بحسب قناة الحرة الأمريكية روسيا لها دور في هذه الأزمة وأنها فقط تريد من رامي مخلوف ملياري دولار. بكل تأكيد روسيا لها دور، هذا واضح. روسيا تريد الآن إبعاد هؤلاء الشيكان عن أسلحة في سوريا، لأن روسيا لا تريد ميليشيات غير مضبوطة، تريد روسيا أن تكون القوات العسكرية في تصرفها تماما، وبالتالي هي تحت تصرف الأركان. الآن من المتوقع أن نشهد خلال الأيام القادمة قرارات جديدة ستصدر في الجيش التابع لنظام بشار الأسد، أنه يمنع بعد الآن أن يكون هناك أحد غير منطوي قوات الجيش، لأن هذه مطالب. وهؤلاء رجال الأعمال الذين كانوا يعملون في تجارة الموت لديهم ميليشيات، وممكن هذه الميليشيات طبعا روسيا فائدة مشتركة، أولا هي عامل قرار لها لكي تفرض سيطرتها على الجيش التابع لنظام بشار الأسد، ثانيا الأموال التي يصدرها النظام ستذهب إلى روسيا في النهاية، ثمن للذخائر وثمن للطائرات وأيضا مشاركتها في تحرير المناطق التي يدعي النظام تحريرها، وبالتالي هذا الأمر روس خلفه بكل تأكيد وبقوة أيضا، وهذا ملاحظ. طيب. عندما نعلم أن هناك شخصيات تقرب من إيران ومن النظام يتم إقصاؤها الآن، هذا يعني أن روس. طيب شكرا جزيلا لكم من الأردن الصحفي السوري زياد الرئيس. بهذا نصل وإياكم السادة المشاهدين لختام الوقت المخصص، كل الشكر لكرم المتابعة وإلى اللقاء.